أستاذة حنان، عرفي وقولي التعريف وأنت بتتكلمي. حنان إسماعيل. حنان إسماعيل دكتورة في العلوم الإنسانية البيئية، مدير عام في المركز القومي لحقوق البيئة البيئية، شاعرة وقصة. شاعرة وقصة، ده جميل 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 جميل. لها الحقيقة لها عدة كتب، إن شاء الله نلتقي بكتاب من كتبها قريبا بإذن الله. أنا بطيء في القراءة والكتابة لكني لا أنسى. إن شاء الله. فلا تستعجلوني. راحتك. ما استعجلتش. مرحبا بك صديقي العزيز. نعم. صوت. صعلي صوت شوية. بعد صراع مالي مع القلق، هل يحبني أم أنه يعتبرني مجرد صديقته المقربة؟ كل ما أعلمه أنني أحبه وأجد كل سعادتي بقربه. لقد كنت أتنفسه وكان قلبي لا يكاد ينبض إلا به. كانت صورته هي قبلتي كل صباح، ولا أستطيع أن أبدأ يومي دون ترتيل حروف اسمه. كان وجود محمود فارقا في حياتي، فقد قابلته بعد مرار شديد وصراع مع الأيام. اقتحم حياتي بشكل مفاجئ بدون أن أشعر، رويدا رويدا أصبحت لا أستطيع الاستغناء عنه. اقتربت منه أكثر، كان جميلا أكثر من اللازم في كل شيء، على خلق ويحبني ويخاف علي كثيرا، مصدرا للأمان الذي افتقدته منذ سنين. كنت أحس بهذا الأمان بمجرد أن أنظر في عينيه أو حتى أحدثه هاتفيا. مع الوقت تملكني إحساس أنني أريد أن أقترب منه أكثر. قررت أن أقطع الشك واليقين. اتصلت بي هاتفيا، ادعيت أنني أريد مساعدته في أمر ما، وطلبت مقابلته من أجل ذلك، ولم يعترض بل وافق على الفور. وبعد أن تناولنا المشروب بدأت أمدح له في شهامته وخصاله الطيبة، ولمحت له أنني أحبه وأرغب في وجودي دائما بجواره. صمت لحظات وأخذ يفكر. مرت لحظات حتى رد علي. تلك اللحظات مرت علي مر السنين الطوال. رد علي بكل أناقة، إنني أعتز بك كثيرا يا عزيزتي، ولكن حبي لك من نوع آخر، حب أخوي أقوى وأكثر استدامة. ستجديني دائما بجوارك حتى قبل أن تطلبي ذلك. أحن عليك وأدعمك وأساندك وأكون لك النصح الأمين. تسمرت مكاني حتى عجزت عن النطق، ولكني فكرت بسرعة. إن فكرت بأنانية قد أخسره نهائيا في هذه اللحظة، وأنا لا أتحمل ذلك. مرت أمامي في هذه اللحظة جميع قصص الحب غير الموفقة، وأدركت كم من الألم الذي مر به هؤلاء الأحبة، وأن كم من الصداقات قد احتوت حبا عظيما. أفقت ورجعت إلى وعي بسرعة وحبست دموعي قائلة: مرحبا بك صديقي العزيز. جميل. هو بس هو إن كنت صنعاء أو عدن، أهواك يا أرض اليمن، يا أرض الروادي الخضر، يا أحلى وطن، يا أحلى وطن. عدن. هو محترف. أو عدن. هو محترف. إنه القصة عبارة عن فيها زمان محدود، وفيها مكان محدود، وفيها شخصية واحدة اللي هي السارد نفسه أو الذات القائلة. الجديد فيها هذه الشجاعة في الطرح أو الجرأة في الطرح. يعني عندما أرادته تحدثته وطلبت أن يأتي وكلمته، وقد تكون هذه الجرأة هي من مكتسبات المعاصرة، يعني من مكتسبات هذا العصر، هذه الجرأة في الكتابات. والحقيقة الأخرى أنه الجزء الخاص فقط بكلمة أنه طلبته في أمر ما تعطي ذهنية، لكن هو الأمر يجب أن تسمي هذا الأمر في المرة القادمة عندما تعدني المرة القادمة. ما حبيتش أعرفه لا أنت تقولين في أمر ما، يعني سمي الأمر لأنه يعني محتاج في أمر ما لم تذكر الأمر. عندما يعني هناك، لا أنا أقصد أن هناك أحيانا ثغرة في السرد تحتاج دائما ممن يراجع ان يكون دقيقا بحيث لا نجد هذه الثغره. مما يحمد للقصه انها ذكرت بالفصحى، مما يحمد لها المعجم القوي في السرد، انه التغير اللغه
يعني هو عندما كان يتكلم بطريقة، وهي عندما كانت تتكلم بطريقة أخرى، فيها مباشرة. يعني الحل كان يحتاج دهشة أكثر. يعني الحل ما أعرفش، يعني هذه ما هي. أهلا بك يا صديقي العزيز، ده حل. هي كان ممكن تسيبها، بس هي حسمت الأمر. حسمت، وهي في نفس الوقت مش قادرة تبعد، فهي قابلة الوضع اللي هو عايزه. المهم هو يعني الحاجة الثانية، انه السارد العليم دايما، السارد العليم يبعد الكاتب عن الربط الشرطي بين قصته وبينه. وهنا نجد مثلا ان عندما اتحدث بضمير الانا يحدث ربط بيني وبين القصة، حتى وانا ذات راويه لا علاقه لي بالقصه، وانا اتقمص شخصيه انسان اخر. لدرجه حتى انه لما نضرب مثل بطه حسين عندما اراد ان يكتب سيره ذاتيه، قال كان الفتى، كتبها بسيره الغائب، لم يكتبها بسيره الانا، رغم ان كتابتها بسيره الانا كانت قويه، لكن هو كتبها بسيره الغائب حتى يستطيع ان يتسع اكثر، يفصل بين بينه وبين القصه. فهي شيء جميل وشيء عظيم ان نستمع من هذه القصه. تستخدم من ناحيه الصوره تبقى فيها واضحه، الصوره مهمه جدا، وبرده ممكن بعض الرمزيه بتبقى مطلوبه بدعم النص اكثر. طب ايه الفرق بين الرمزيه والاشاره؟ يعني لا، الرمزية أنا برمز بشيء تاني خالص، بس ممكن يكون مفهوم أو كل واحد يفهمه بطريقته. لكن الإشارة لا بتتفهم. أيوة، هو طبعا الرمز يفسر ولا يحل. بالظبط. يعني القطط عند هيمنجواي محدش عارف لغاية دلوقتي هي. بالظبط. يعني ممكن تفهم أو لا. يعني هناك الرمز دائما يفسر ولا حل. إذا فسرت الرمز فهو إشارة. بالزبط. ليس رمزا. هو أصبح إشارة، هذا الحدث يشير إلى فلان، هذا الحدث يشير إلى فلان، لكن الرمز يفسر ولا يحل. والرمز أقوى لأنه تتعدد فيه التفسيرات كثيرا. واللغة أحيانا تأخذنا إلى الرمزية أحيانا في بعض الحوادث، أحيانا يعني كل واحد يفهم طريقته كله صح. يعني طبعا هو الرمز، لأنه رمز أو اجتماعي لكن هو لما تكون هناك إشارة واضحه، النجمه تشير الى معنى. نجمه داوود العصر. الجزائر غاليه، راياتها متعاليه، ورغم الرياح العاتيه تبقى المسيره زاحفه.